صباح الخير طبعا عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. في البداية طبعا أنا كنت عايز أقول حاجة مهمة جدا. إحنا طبعا ما جينا بدأنا البرنامج أو منذ تعاقدي مع البرنامج كان لازم إن أنا أحط أفكار البرنامج وأحط كل حاجة للمشاهدين إن هم يمشوا يبقوا عارفين المبدأ اللي البرنامج ماشي عليه. وطبعا بيبقى كل واحد واخد تجربة في حياته من حيث طريقة لعب ولا طريقة حياته والكلام ده كله. فأنا بالنسبة لي بدأت البرنامج لأن أنا دايما حاسس بالناشئين، لان الناشئين ممكن يهمشوا لدرجه ان انت ممكن النهارده تلاقي عيل لعيب كويس جدا ومستقبله يضيع. وانا كنت عامل نظام الحلقه طبعا النهارده لحد ما جالي تليفون وسالني سؤال وحلفني ان انا اطلع اتكلم على الهواء يقول لي انت ليه بطلت كوره رغم ان الكوره كانت ممكن انت لسه صغير تقدر تكمل في الكوره. رغم ان انا ما بحبش ان انا اقول انا بطلت او الـ 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 الكلمه صعبه على الواحد ان هو كلمه بطل كوره، ولكن هقولها مهمه جدا. قلتها عشان الاقي مجال او في مجال او في كارير همشي فيه يحسسني بان انا ممكن اقف جنب حد او اسند حد معين ان ممكن يوصل ويكمل في مسيرته بسبب ان انا الاخطاء اللي انا وقعت فيها واجي انصح حد غيري يمشي في نفس النهج يبقى صح. مش مهم تكون موهوب، مش مهم تكون موهوب قوي، مش مهم تكون لعيب كويس، مش مهم تكون ذكي قوي، مش مهم يكون حظك كويس. الحاجات دي كلها بتبقى عوامل انها ممكن تزقك لحاجه كويسه جدا، ولكن الاهم الاحتواء. الاحتواء ده ممكن واحد يكون كويس جدا جدا ولكن عنده بعض الفلتات في طريقته او في اسلوبه ممكن اللي قدامه ممكن يتغاضى عنها وممكن يسامحه فيها ويقف جنبه فيها، وبعد كده تبص تلاقي الراجل بقى في حته تانيه خالص مع الوقت والاستمراريه بقى في حته تانيه خالص. ودي فكرة الناشئين، فكرة ان الواحد يقف جنب الناشئين. ليه الواحد يقف جنب الناشئين؟ ودايما بيأكد على الحتة دي كويس قوي، ودايما بيوعي ولي الامر قبل اللاعب، لان دايما بيبقى فيه ظلم في المرحلة دي. ممكن لعيب يبقى في الممتاز ممكن 50 ألف يكونوا عارفينه، لكن الممتاز بيه والدرجة التالتة ممكن يكون خمسة ستة اللي منك اللي عارفينه. فلو الولد ده اتظلم من احد المدربين فممكن تلاقي الولد ده للأسف حياته ضاعت او مستقبله ضاع ومحدش سمع عنه وقد كان بقى ماضي. لكن في الدوري الممتاز على الاقل بتلاقي حد يبقى حمايه ليك لانه شافك واقتنع بيك. انا مش بقول الكلام ده كله انشا لان انا بحط الشماعات على المدربين وبيخطئوا في بعض اللاعبين، لا، انا بقول بس ان ممكن الولد ما يبقاش ليه صوت، اهله ما يبقاش له صوت، فممكن البرنامج يبقى له صوت للولد والاهله والنادي. زي ما بنطالب النادي له قدراته ولحياته ولنظامه ونطبقها، لازم برضه نقف جنب الولد لان ده نظامه وده حياته وده اكل عيشه. والبدايه هي النشأه، نشأه بدايه الولد، اما ان تكون صح واما ان تكون غلط، والغلط متحكم في العوامل اللي حول الشخص نفسه. انا مش عايز ان انا اخد التجارب دي، انا سألت سؤال وما ردتش عليه. السؤال انا عايز ارد عليه ان انت ممكن تبقى كويس جدا وعقليتك كويسه جدا ولكن تلاقي ناس عايزه تهمشك لمجرد ان هم حسوا ان انت لعيب جامد. بتحصل، ممكن تبقى لعيب جامد جدا وماشي في كويس جدا جدا، هو كله نصيب، ولكن ممكن تلاقي ناس وقفت في حياتك تدمرك وانت بعد كده ترجع تقول طب انا اتدمرت ليه، طب اتأذيت ليه، طب انا ليه اللي حصل لي. لا، اتأذيت بسبب الناس شايفاك ان انت مخطئ، ولكن هم الناس فعلا هم المخطئين. مش بنرمي شماعه على حد، ولكن ده بيحصل وارد في الكوره. المجال القطاعات الناشئين للاسف الفتره الاخيره دي كلها بدا يبقى فيها ظاهرات فظيعه جدا، والظاهرات دي واضحة قوي. أكاديميات موجودة كتير، مصر بقوا موجودين كتير جدا، عصابات في الكرة موجودة. لفظ العصابات هو لفظ المش مختصين في الكرة، اللي مش مختص في الكرة بقى ليه في الكرة، وده خطأ. لما أجي أقول النهاردة مدرب يبقى راجل دارس، يبقى راجل معاه دورات، ماشي بتقبل. لكن لما أقول النهاردة راجل ملوش علاقة بالكرة يبقى مدرب كرة أو فاتح أكاديمية كورة، ده اللي احنا عايزين نقوله بس. وهل اللعيب ده بتقف على نشأته من إيه؟ يعني نشأته بتبقى إزاي؟ الصح بتاعها إيه؟ وإمتى الفئة العمرية اللي أبدأ أتحرك مع اللعيب ده إنه يبقى موجود في نادي؟ فين بقى في ناس بقى بتهمش ده، في ناس قصدها تهمش ده، ولكن احنا مش عايزين نهمشه، احنا عايزين نظهر العامل السلبي. والعامل السلبي ما بيظهرش للاعب لأن عقلية اللاعب ما بيستقبلش الصح، لأنه مش فاهم. فعلى ولي الامر النظر والتوعيه
من حيث اللي الناس بتقوله، اللي عاوزين يقولوا ان الناس دي تمشي صح، يسمعوا كويس ويبداوا يترجموا في حياتهم. لو ابنك موهوب ولعيب كويس هيوصل غصب عن اي حد. لو ابنك وحش في الملعب حتى لو ايه هينكشف. ابنك لو لعيب جامد هيظهر حتى لو الناس كلها مجتمع ان هو لازم يظلموه، ابنك هيظهر لانه لعيب موهوب جدا. والعين اللي تشوفه ما ينفعش حتى لو بينه وبينه ايه، لازم يقول لعيب كويس. لكن لو وحش حتى لو الامور مشيت معاه ولكن هيكتشف بعد كده. الكره ساعات فيها بعض الظلمات موجوده، بدليل نجوم كبار جدا في مصر في بداياتهم حكوا ان هم كانوا ماشيين في اطار نادي وماشيين كويس جدا، ولكن النادي بيمشيهم وبعد كده بنكتشف ان هم احسن لعيبه في مصر. بعد عمر وقت كده معين بعد 3 4 سنين بقوا احسن لعيبه في مصر. بتحصل. ممكن يكون الامر محتاج ضمير شويه، اختيار صح، توعيه، ممكن ما ابصش للماديات عشان اوصل لهدف معين وبعد كده يقولوا ده وصل ده وده وصل ده وده وصل ده، ده بيبقى الافضل وده التاريخ. المال بيزول وحتى لو بقى بتفضل السيره اقوى من المال. فانا من وجهه نظري لو الاب او ولي الامر ظهر عند ابنه موهبه كويسه بيتوجه للنادي، او يا سيدي بتتوجه لاكاديميه تكون مختصه، اصحابها يكونوا الناس اجمعوا بان هم لعيبه كوره او هم مارسوا كره القدم وعندهم درايه بتدريبات وعندهم ثقافه وعندهم وعي وعندهم حاجه اسمها الضمير، لو انا ما توجهتش بالطرق دي انا فشلت. اذا على ولي الامر كل شيء. لو توجهت صح هتوصل وهتنجح، لو توجهت غلط اعتقد ان انت حضرتك هتبقى الامور بالنسبه لابنك مش مظبوطه. هكرر كلمه مهمه جدا، ساعات الواحد بيبتعد عن شيء لمجرد يحس ان الشيء بقى مش كويس او ما بقاش نقي، فالواحد ممكن يقوم شايل نفسه من الشيء عشان يمشي في طريق كويس ويبدأ يحط الظواهر وما يخطئش في حد. احنا ما بنخطئش في حد خالص. ويحاسبك المسؤول، لو بتخطأ يطلع حد يقول احنا بنخطأ. احنا بنوعي الناس والتوعية، الإعلام هو ظاهرة عامة، العام هو رأي الجمهور والجمهور هو الشعب. لو أنا النهاردة اتكلمت كلمة غلط في 100 مليون واحد يطلع يقولك انت غلط، لو انت صح ليه تبقى غلط؟ حتى لو ليك ناس مش بتحبك بس يقولوا ان انت صح. اللي انا عايز اوصله من الموضوع كله، يا ولي الامر يا مسؤول، يا مسؤول خلي عندك ضمير، ويا ولي الامر خلي عندك وعي. هنطلع فاصل ونستقبل اللاعبين اولادنا. ورجعنا طبعا تاني ونرحب باللاعبين بتوعنا. يعني هم لعيبه في اكاديميه ولكن عايزين نطلع الظواهر الايجابيه والظواهر السلبية. لو عندك حاجة سلبية قولها، لو عندك حاجة إيجابية قولها. الأكاديمية ما بنمنعش حد يعمل أكاديميات، وما بنمنعش حد يشتغل أي حاجة تفيد، ولكن لو أنت مش مختص ابتعد عشان ما تدمرش مستقبل ناس كتير. وولي الأمر بيبدأ حاطط في ابنه الأمل وهو مش فاهم، لو ما بقيتش أنت عينه ونظره هيثق في ايه؟ ضميرك بيتحكم فيك انت بقى. هنتكلم مع اللاعبين بتوعنا دولت، وهم طبعا من يعني اولادنا. الاولاد ديت طبعا لما بصوا الظهور الاعلامي للطفل هو امرين، اما امر ايجابي واما امر سلبي. السلبي هو الولد يطلع بالظهور بتاعه للسلبي، يتكاسل، يحس ان هو طلع على الشاشه فخلاص الموضوع بالنسبه له، لا هو ما حققش حاجه. لو العيل خد الامر ايجابي، لان في ناس ممكن تبقى نجوم كبار جدا ويجي يوصلوا تبص تلاقيهم مع الضوء الاعلامي والشو والكلام ده كله تبدا تلاقيه عملوا كيرف وقعوا. لكن في ولد تاني بيبقى واعي عنده درايه عنده ثقافه يقول لك الامر بالنسبه لي عادي فما يتاثرش فيحرم نفسه قوي عشان يركز في الملعب. مصطفى حباشي ازيك؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله كده. زياد العسيلي ازيك؟ تمام الحمد لله. حسين جودي ايه؟ احمد ضحاك. مصطفى بدات ازاي؟ بدات من 3 سنين في بدايه الاكاديميه. تمام. يعني كان في ما كنتش شايف يعني مستقبل كويس في اكاديميه، لا لما لقيت اكاديميه تشامبيونز
كان يعني كان حلوه. كنت في الاول كنت فاكر يعني اكون زي باقي الاكاديميه يعني. بعد كده لقيت في اهتمام والكباتن بيهتموا بينا وفي بدني والكابتن يدوس عليك وكده، فكملت في النادي. والنادي يعني انا ليا 3 سنين من دلوقتي. ايه وانت زياد؟ انا بدات في دوري بيبسي المدارس، بعد كده لعبت في دوري بيبسي المدارس. اختيارك في المدرسه عن طريق ايه؟ موهبتك يعني، عملوا دوري مدرسه وبعد كده اختاروك؟ اتفضل. بعد كده روحت الكابتن احمد عباس، تمام، كان عندي 10 سنين ساعتها، تمام، وبدات معاه. وهو انا كنت عايز اظهر نفسي من احسن اللعيبه في الاكاديميه يعني وكده، بس والكابتن اشتغل عليا ولحد ما. مركزك ايه في الملعب؟ باك رايت. وانت؟ انا مهاجم. فروه حسين جودي. انا رحت اكاديميه كتير في راس غارب يعني، كل كده كل ما اروحها. محدش فيك جرب نادي في جرب؟ انا جربت كتير. جربنا كل اكاديميه اروحها بحس ان انا مش بتطور من نفسي، مش بتطور. لغايه رحت عند الكابتن احمد عباس يعني. اشتغل عليك في ايه؟ ايه الايجابي؟ اشتغل علينا بدني جامد وفتنس بالكوره جامد يعني، يخلينا نتعلم من اخطائنا. وانا كنتش عارف مكاني في الملعب خالص، نص الملعب كنتش ضايع. هو علمني ازاي يعني ابوظي لعبات وكده واجري كله، فاهمني كل حاجه يعني. انت كنت مش حافظ مركزك في الملعب؟ وطور من نفسي جامد من لعبي وباظ وكله طوره. احمد. انا بدات من 3 سنين لما الاكاديميه بدات اصلا، رحت انا بدات معاك. كنت عندي 13 سنه. لما انا الاول كنت بتروح اكاديميات تانية كتير يعني، اكاديميات كتير، بس ما لقيتش اللي هو يعني الموجود في الاكاديميات يعني اللي عبر عن نفسي يعني. فانا رحت اكاديميه الشامبيونز يعني، لقيتها حلوه خالص. في امكانيات يعني. في امكانيات في الاكاديميه؟ طبعا في اكاديميات. لا الاكاديميه اللي بتتكلم عليها فيها عندها امكانيات؟ عندها ادوات كتير كويسه. وحتى الكور برضه. انا كنت لما في الاكاديميات الثانيه مش بيكون في يعني حاجات كتير، لكن في النادي كل فتره معينه بتجيب. طب التوجه للاكاديميه افضل ولا التوجه للنادي؟ هو الاثنين حلوين، بس في الاكاديميه يعني انا جربت الاثنين، بس بحس في الاكاديميه بيكون في اهتمام اكتر. انت زياد؟ هو الكابتن اشتغل علينا كتير وماتشات، ورحنا سافرنا لعبنا سموحه في اسكندريه، ولعبنا ماتشات في الغردقه، ولعبنا لعبنا مباريات. مع تشامبيونز اكاديمي، ولعبنا مع برشلونه، ريال مدريد مع سيرا، ولعبنا مع كتير يعني. يعني لعبنا كابتن ماتشات وديه، لعبنا مع نادي ريال مدريد ونادي سموحه، استفدنا جامد من الماتش ده. ولعبنا برضو نادي جراند في الغردقه، ولعبنا نادي الجونه. استفدت يا زياد؟ استفدتوا؟ استفدنا من المباراه دي. لعبنا بطولات برضو، وخدنا بطوله من طلعنا المركز الثاني. ساعات وانتم ماشيين كده، سؤال لكم بصدق يعني، ساعات وانتم ماشيين في فراز غارب، انا عايز بس اوصل رساله للناس. العامل الايجابي ان انا اظهر الناس الكويسه، وعايز اقول حاجه مهمه جدا. راس غارب هي ممثله في البحر الاحمر. يعني البحر الاحمر والصعيد والاجواء دي كلها محرومه من الاعلام، محرومه من النظره تبقى فيها. لما نطلع الاولاد ديت الناس بتشوف وبيحسوا انهم موجودين، ما بيحسوش بالظلم. لان في ناس كتير جدا جدا بتحس بالظلم، يقول لك احنا ما عندناش دور. والجانب بقى الاخر ان الانديه تبدا تعمل للاولاد فيديوهات ويعملهم حاجات كده كويسه جدا، يطلع العيل يلاقي لنفسه سي في كويس يعتزي بيه في حياته يعني، او بمعنى اصح يساعده على تسويقه ان كانت اكاديميه او نادي. والثقافه بان اللاعب ده يكون موجود في نادي ولو ينتقل لنادي افضل، ايه المشكله نسيبه؟ ولو في اكاديميه وجاي له حاجه كويسه ما يسيبه، ايه المشكله؟ ايه يا حسين؟ وعملت مباراه مع سموحه؟ لعبنا مع سموحه وكان ماتش ده، بس انا عايز اوصل حاجه. الكابتن بيلعب لنا الماتشات دي، انا واحد كنت اروح اي ماتش خاف، لكن بدات خلاص اسد في الملعب ما اخافش. ليه؟ شال الرهبه من جوايا خلاص، بقيت متعود. عشان عملت ماتشات كتير؟ كان في يا احمد عشان عملت ماتشات كتير فالرهبه راحت؟ ماتشات كتيره برضه قوي اللي احنا لعبناه. فاحنا اول حاجه لما كنا بنروح اول ماتش هنا كنا خايفين خالص، بعد كده لما رحنا وتعودنا فبقينا ما تخافش خالص. ايه يا زياد؟ يعني والكابتن كان برضو في الاكاديميه، كان كانش فيه زي الاكاديميات الباقيه، كان فيه اهتمام. ويعني رغم الظروف والكورونا وكده الكابتن كان في البيت، نعمل اونلاين تدريب اونلاين وكده يهتم بينا في الكورونا كمان. كان قالوا اصحابكم قبل كده اونلاين وكده.
وكان يعني اكتر استفاده من ماتش كان ماتش ريال مدريد وماتش سموحه. صحيح كان في صوره هقول لكم فين، كان في صوره في ابن عبد الله سعيد كان بيلعب في كان بيلعب في معانا في ريال مدريد. ايوه كلمني كلمني عن ابن عبد الله سعيد، انا واحنا قاعدين بره اتكلمنا في الموضوع ده انا وكابتن احمد، بس قولوا لي حكايه مش صعبه ولا حاجه. لا مش صعبه، انا عايزين نفهم هو بيلعب في اكاديميه صح زيكم، ما دي اكاديميه، احنا عايزين نفهم مستواه البدني والفني عامل ايه. لا هو الحمد لله بيجري معايا حلو. مش بيجري معاك، انا عايز افهم هو امكانياته كبيره. حلو ما شاء الله يعني زي كابتن عبد الله. طبعا لا مين يعني شبيه لوالده، وكان برضه سعيد. بيلعب معانا. لا امكانياته في الملعب كبيره. شريف اكرامي. ايوه هي برضه. ابن مين؟ كابتن شريف اكرامي كان حارس. ابن شريف اكرامي بتاع النادي الاهلي اللي راح بيراميدز. كان يعني كان مستواه حلو خالص في حسيته بفرق المستويات مع كل المباريات، وحسيته بالمستويات انتوا فين امكانياتكم ايه ونظامكم ايه، ولا بتحسوا الامور بعيده؟ لا مع التمرين بتحسوا ان الامور بسيطه صح؟ الكابتن ولا الامور كابتن كوش عرفنا غلطنا فخلاص تعودنا عرفنا غلطنا مش هنغلط في تاني. احكوا لي يعني ساعات ما بيجي مثلا يحفظك مكانك بيحفظه لك بأي طريقه؟ اول حاجه يعني بيحطك في الملعب. مش انا بلعب فيرويد، وساعات الكابتن بيلعبني هاف ليفت. فالكابتن يعني باول حاجه يحفظك مكانك. طب لو ضربه المرمى انا هوقعك، لو ضربه المرمى انا بعمل الكره مرمى الجون بيشيل الكوره، انت كفرد بيبقى مكانك فين؟ انا بيبقى قدامي في النص ساعات يعني. انت راجل فرود، الفرود بيبقى في ظهره السرد باك المساك تمام. انت في حاله ضربه المرمى انت تبقى ممكن يتحسب عليك تسلل، ولا طالما المرمى ما بتحسبش تسلل؟ لا هو احنا في سننا مش يعني انا فاهم. اوكي سنكم صح فهمت. انا كده انت كده اللي وقعتني. ماشي هكمل احسن. مباراة سموحة ايه شايفها ازاي؟ المستوى بتاع سموحة اقوى؟ هو كل ما اللاعب فرق اقوى كل ما استنى بيعلى اكتر، فده شكله من الكابتن طبعا نفسه والاكاديميه. ايه اقوى مباراه ايه؟ هي مباراة سموحة. مركزك ايه؟ بلاي ميكر. بلاي ميكر. طب ايه مواصفات البلاي ميكر؟ ان هو بيمشي الكرة مع الهافات وبيدي المهاجم برضه اللي هو بيطلع هجمات، يعني هو المفتاح بتاع الفرق. هو اللي بيوزع. ايه يا زياد؟ انا بلعب باك رايت. باك يمين. مين مسك العقل؟ محمد هاني بتاع النادي الاهلي. بتاع النادي الاهلي. ومين تاني؟ كابتن رجب بكار. وانت؟ يعني كان كابتن مصطفى محمد. بيعجبك مصطفى محمد كفرود؟ يعني انا اهلاوي بس بشوف لعبه كان يعني كمهاجم حلو خالص. انت حسين تحب مين؟ لا انا اللي بعشقه وبتفرج على فيديوهات صغير عشان اتعلم مهارته كريستيانو رونالدو. ايه بيعجبك في رونالدو؟ اللي هو مهارته حلوه. طب هو اعلى ولا ميسي؟ لا الصراحه ميسي، عشان ده يعني هو حلو بس ميسي في المهاره اهو. احمد ميسي ولا رونالدو؟ لا ميسي. طب مين مسك العالم تحب يكون زي مين؟ ميسي. لعيب فلتة. هو برضه ساعات بيلعب هاف رايت وساعات بيلعب بلاي ميكر، يعني هاف مركزي. برافو عليك. الفرق بين رونالدو وميسي ايه؟ ان رونالدو يعني على حركه يعني بيعمل حركات مهارات كتير، ان ميسي على فكره اقول لكم ميسي سرعته ما هو الفرق بين خدوا بقى نتناقش مع بعض في دي. الفرق بين ميسي ورونالدو، ميسي موهبه جامده جدا، ورونالدو موهبه طبعا، لان ما ينفعش الاجتهاد يجي غير بموهبه. رونالدو بيشتغل على نفسه كتير تدريبات، لكن ميسي لو ما اشتغلش على نفسه هو عنده الموهبه، لكن رونالدو بيطور من نفسه في الهيدرز بيطلع بشكل كويس، في الشوتينج كل الحاجات دي كلها اجتهاديه تدريبات قويه. يبقى التاسيس هو ان انت تعمل جسمان كويس جدا يساعدك على انك تبقى ايه؟ ترتقي بالمستوى، ان هو ايه؟ تبقى في مستوى كبير. يا حسين شرفتني نورتني، او بمشي شمال، احمد نورتني شرفتني. صفا والله كابتن كان شرف ليا اللي في البرنامج. سيات نورتني. نطلع فاصل ونستقبل كابتن احمد عباس محلل الممتاز به والدرجه الثالثه وطبعا. فاصل نطلع مع بعض.